بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول رحمة العالمين. المناقب العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله المفروض أنها تقال على حد أدنى، بحد أدنى كل يوم 100 مرة، كما جاء في بعض الأحاديث التي تصل إلى درجة الحديث الصحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله لها مناقب عظيمة جدا، للأسف قصر فيها كثير من الناس، بعض كثير جدا من الناس يعني ما بيقبلوش ورد منها خالص، ولو يعرف الخسارات الفادحة اللي بيخسرها لأنه بيقصر في هذا الذكر هيندم أشد الندم. أولا هنحاول حضركم المناقب العظيمة لقول لا حول ولا قوة إلا بالله على الأقل 100 مرة كل يوم. جاء في الحديث أنه من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا، ما يصابش بفقر أبدا. يعني بعض الناس يقرأ سورة الواقعة لأنها تحمي من الفقر، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة أيضا تحمي من الفقر، لا يصيبك فقر أبدا، وهي أسهل بكثير من أنت تقرأ سورة الواقعة. طبعا ما فيش بنهاش عن قراءة سورة الواقعة أبدا، لكن أنا أقول لحضراتكم هتحصل مناقب عظيمة كثيرة جدا من لا حول ولا قوة إلا بالله مع أنها تحميك من الفقر. فأول شيء أنه لا يصيبك فقر أبدا. تاني حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث تدفع 70 بابا من البلاء، أيسرهن الهم والحزن والفقر أيضا في حديث آخر. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة دفعت عنه 70 بابا من البلاء، أيسرهن الهم والحزن والهم والفقر كما جاء في الحديث. شوفوا 70 باب بقى من البلاء. عشان كده جاء في حديث ربما فيه بعض الضعف لكن ذكره كل المفسرون، كل المفسرون ذكره كل المفسرين، الطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم، حديث مالك بن عوف الأشجعي رضي الله عنه أنه ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أسر ابني أو أسر المشركون ولدي وأعاني من الفقر، فقال له أكثر من أنت من زوجتك من لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول روي الحديث أو مالك أو سيدنا مالك بن عوف الأشجعي رضي الله عنه فذهبت فقلت لزوجتي، فقالت له ماذا قال لك رسول الله؟ قال لي أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فمكست أنا وزوجتي نقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى أشق الشمس طول الليل عم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بالابن الذي أسر يطرق الباب فدخل فقلت فتعجب الأب، فقال له ما الأمر يا ولدي؟ قال والله يا أبي لا أعرف. فقلت جالسا مكبلا بالحديد فإذا بالأغلال تنفك عني وإذا بنفسي أصبحت حرا، فخرجت فوجدت غفلة من المشركين فاستخت الإبل، فوجدت جمعة من الإبل والغنم فاستختها وجئت بها. في قول الحديث أنه جاء بمئة من 100 ناقة معه، والله يا أبي وأنا أسير كأن الملائكة تحملني، كأن الملائكة تحملني حتى وصلت إلى البيت. جاء في وقت قياسي، شوف الصور. عشان كده وده أمر مشاهد، لا حول ولا قوة إلا بالله تعالج السحر، وكثير من الشيوخ عالج بيها ناس كانت مسحورة متلبسة معمول لهم سحر بالإكسام لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع 70 بابا من بلاء يسرهن الهم والحزن والفقر. لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا تدفع تشفي من 99 داء كما جاء في الحديث، 99 داء السحر وغيره كثير من الأمراض. يبقى إذن اللي بيقول اللي له ورد لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم لا يصاب بالأمراض العضال التي يصاب بها كثير من الناس الآن، زي السرطان والأمراض الخبيثة وتخفف عن المريض. يعني لو انت مريض وبتاخد أدوية أو لازم تاخد الدواء بتاعك طبعا اللي كتبه الطبيب، يا يعني الناس ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فتداوى عباد الله ولا تداوى محرم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله خير دواء تاخدها مع الدواء تخفف عنك كثيرا من حدة المرض. هذه من المناقب العظيمة اللي حول قوة الله أنها تشفي من 99 داء. أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله غراس الجنة. شوف سيدنا شوف لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم جمع كثيرا من الصحابة، أبا الدرداء وأبا ذر الغفاري في حديث صحيح عليك بكذا وكذا وكذا وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأبي هريرة.
كنز من كنوز الجنه. عارفين كنز في كنوز الجنه يعني ايه؟ انت قلت لا حول ولا قوه الا مره واحده بس ربنا يدخل لك كنز في الجنه. وكنز في الجنه معناها ان هو افضل مما طلعت عليه الشمس. يعني انت خدت الارض بما عليها من ضياع واموال وكل حاجه وضعته في الميزان، في ميزان ووضعت في كفه كنز، كنز من كنوز الجنه، لجرح ولا رجحت كنز من كنوز. لان بالحديث الصحيح يقول لموضع، لموضع صوت احدكم في الجنه خير، خير من الدنيا وما فيها، او خير مما طلعت عليه الشمس. موضع صوت، تعرفين الصوت يعني، يعني كرباج اللي برفيع قد كده، لو حطيته في الجنه احلى، في كفه ووضع والدنيا كلها اتحطت في كفه، الصوت ده احسن. فكنز من كنوز الجنه، فانت لو قلتها 100 مره ربنا يدخل لك 100 كنز من كنوز الجنه، اقل كنز فيها افضل مما اشرقت عليه الشمس او طلعت عليه الشمس. يعني ربنا هيدخل لك قد الدنيا كلها 100 مره في ميزان يوم القيامه. صعب عظيم جدا. ايضا من مناقب لحول كتب الله انها ايضا ما قلنا انها غراس الجنه. شوفوا سيدنا ابراهيم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما اسر به وادخل الجنه، فقابل سيدنا ابراهيم عليه السلام فقال له يا محمد اقرئ امتك مني السلام وبشرهم ان الجنه طيبه التربه، الجنه بان الجنه طيبه التربه، ارضها قيعان وترابها المسك والزعفران، حصباؤها اللؤلؤ والمرجان، وغراسها لا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده لما بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، قلت لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره، ربنا هيغرس لك 100 شجره في الجنه. الشجره الواحده يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يبلغ اخر. الصبر العظيم. يبقى لما يبقى انت غرست 100 شجره في الجنه، وفي في كل شجره من الثمر لو اكل منه اهل المشرق والمغرب لاوسعته. مشكله وبس. سيقانها من ذهب وجزوعها من الزبرجد والياقوت والمرجان. صعب عظيم جدا جدا لا حول ولا قوه الا بالله. ف مشكله وبس. لا حول ولا قوه الا بالله لو انت قلتها 100 مره افضل، افضل من الجهاد في سبيل الله والحج والعمره. بالدليل من السنه ان هناك باب في الجنه اسمه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الجنه فيها ثمانيه ابواب. باب يقال له باب الريان للصائمين، باب يقال له الوالد لمن يبر والديه، باب يقال له الصلاه الذين يكسون الصلاه، باب الحج الذين يكسون الحج، باب الجهاد في سبيل الله الذين يجاهدون في سبيل الله، باب لا حول ولا قوه الا بالله. يوريك لا حول ولا قوه الا بالله قد ايه تعدل الاكثار من نوافل الصلاه، تعدل الاكثار من الجهاد في سبيل الله، تعدل تعدل. ربنا جعل لها باب في الجنه زي ما بعجل باب للصيام لباب للصيام، وجعل باب بمعنى كده انها تعدل، تعدل وتفوق الجهاد في سبيل الله. يبقى اللي يقولش لا حول ولا قوه الا بالله بيخسر قد ايه. يا ريت انا حاطط بحاجات كل هذه المناقب العظيمه في بحث تحت الفيديو، يا ريت تنسخوه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي لان كثير من الناس لا يعلم هذه المعلومات. ويا ريت المقصر في لا حول ولا قوه الا بالله، انا شخصيا الحمد لله انا اقول لا تفخر ولا تباهون ولا تباهون، ولكن اقول ليتأسى الناس يعني اكثر منها، يعني ما بقولش 100 مره او اكثر يعني، وليا ورد فيها بعد كل صلاه. يا ريت كل واحد سمعني دلوقتي ما تستخفوش يا جماعه بالاذكار. الاذكار هامه جدا جدا جدا. الاذكار بتجبر النقص في الصلاه. الاذكار هي التي تحميك وتحصنك، وهي التي سترفعك وتصل بك الى اعلى درجات الجنه والى الفردوس الاعلى. فنقسم لا حول ولا قوه الا بالله ونقولها 100 مره كل يوم. انا هكتب حاجات الكلام ده كله تحت فيديو، ويا ريت تنسخوه وتنشروه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.